كيف اشرح لك، امس كان يعني كنت في البيت، كان البيت في البيت يعني، قلت اشتري خارج البيت هكذا نتفسح خارج رحله، كنت شليت البيت وخرجنا رحله، وبعدين اشتريت للبيت اكل من الشارع، وبعدين شليت البيت بعد ما تفسحنا كذا، شليت البيت لبيت عمي، بعدين وديت البيت من بيت عمي للبيت يعني، روحت البيت للبيت اليوم البيت بيتصلي مريض يعني، اشتي اوديها المستشفى يعني، اشتي زرط. طب اوكي بقى رح اعطيك، بس انك طلعت البيت رحله، انه يمكن يكون عندك بيت سفري مشيتها، بس انك طعمين البيت من الشارع عشان تزبط. يا اخي ايش دخلك يا اخي؟ بعدين شو البيت اللي في راسك هذا؟ بيت يعني بيت الجيران، بيت شو؟ لا تذكرش بيت الجيران الا بيت الجيران، بيت الجيران بيت محترم. ليش مسلح ما هيك يا اخي؟ ادي لي زات ولا رحله يا جروحه يا اخي، شوف لك لما صرف الدولار. اوكي رح اعطيك، بس هلا انت لما تتعالج البيت تاخذه على طبيب ولا تاخذه على سباك؟ سباك انت دحين، دي لي زلط دحين، دي زلط ولا ماشي؟ فهمني ايش يعني بيت مريض؟ الاساس مزكم يا اخي، دي لي زلط يا اخي، البيت مريح لي يعني. انه كيف البيت بيريح؟ فهمني يا اخي، مش اللي في راسك قلوب يعني، ما فيش احد بيني وبينك يعني، البيت يعني زوجتي. زوجتك بتسميها بيت؟ ايوه يا زلمه، هي مرتك المدام، سميها حلالك يا الله. بيت، ما شفت احلى من هالمصطلح؟ احنا نقول هكذا البيت، احنا نقول البيت، بس دي زاد مريع عليه، البيت مريع عليه يعني. تكفي زيادة، خلاص إن شاء الله يومين وأرجعها لما نصرف الدولار. تمام يلا، شكراً. أهلين بأحلى بيت بحياتي، لك أنتي أحلى بيت تعرفت عليه بكل عمري. طب اسمعي، إيش رأيك أسمعك شعر على هاي الأجواء المطر العطر اللي هون؟ اسمعي، حبك يدمر قلبي من الداخل ودمر أحشائي، الله المشاعر لك. يا حنان، شو عم تعزميني انتي يا اخي؟ السلام عليكم. داي وبحكي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بقى، انا بيت الهجاء. بيت ايش؟ بيت للهجاء. انت بتعرف شو يعني بيت؟ لا انا محسب انه انا ما بعرف شو يعني بيت. مالك خير، تعرف شو يعني بيت ولا حيوان؟ انا بين اقول لك بيت بيت ايجار. Thank you.